Derbigum, l'univers de l'étanchéité et de l'isolation. Carthago Céramique, faïence par terre grès, la référence qualité. Astral, let's color. Mont Blanc électroménager, men touche les doum au virette comme tôle. Le plâtre pour votre confort au quotidien. Sotufab Meubles, design et qualité depuis 1987. Confortex, mouchken le nom. Le Mhirsi, leader en abrasif depuis 1983. Sopal, la force de la qualité. Tempo Beauty of Aluminium. Assalamu alaikum wa rahmatullahi في الحلقة الرابعة من داري ديكو. مع كل حلقة إصرارنا يزيد وتعبنا يهون. كنشوفوا الفرحة في عينيهم والراحة هونت عليهم. رحلتنا مازالت متواصلة وطريقنا اليوم هزنا الحي الزهور مع سيريدا وعائلته. حلم يكمل دار ويحسنها لكن ما خلطش. شارك معنا في البرنامج وبديت الحكاية. انت زيدا كان عندك اي مشكل في دارك، كنت تحلم تغير وتحسن لكن الظروف ما خلتكش، ما عليك، انت بعث SMS على 85 8 58 وخلي الباقي علينا. فريق داري ديكو المرة هذه حتى الرحال في واحد من اكثر الاحياء شعبية، تحديدا المرة هذه تحولنا لحي الزهور. لهنا تعيش عائلة متكونة من 3 أشخاص، الاب والام والابن. دونك احنا توصلنا قدام دار سيري دار، شوفوا اذا كان موجود. صباح الورد والفل والياسمين. صباح النور. سافاك؟ هذه دار سيري دار موجود، هو امك موجوده؟ شكون فما في الدار؟ وحدك؟ بيحافظ نمرو بابا؟ باهي، هات نطلبوه مع بعضنا. قدي؟ 28 8 6 3. صباح النور والفل والورد والياسمين. صباح النور، نهارك زين. سيري ذا معايا؟ سيري ذا شكون معايا؟ معك نيرة حريش، جيت بحذا دارك، عندي لك سوربريز صغيرة. نجم جيب حذينا من الخدمة انت توا؟ والله نخدم انا توا، نخدم توا. شكون معاك؟ برنامج داري ديكو سي رضا. انت بالعكس داري ديكو موجوده انت. ليه متاكده؟ متاكده. لا باش نصدق اي. يا مرحبا. ما احلاها الفرحه في صوتك يا سي رضا. اسمع اسمع، ليه اي عارف تقول له داري ديكو جيت باش يقول لك برا. اي اخطف روحك بحذنا شوي. اي استناني تو نشوف عارف كيف نجيك. باهي يا سيدي. أتوتوت. هاي مرحبا بك في دارك. عايشك 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 عايشك. تفرح بينا في الدار؟ نعم. شو اسمك؟ ريان. شو تقرأ يا ريان؟ سنة تسعة. اي باهي القراية؟ باهي. مازلتوا ما رجعتوش؟ باهي رجعنا. يا ريان شو ما الألوان اللي تحبهم؟ فماشي كوميك مغروم بي. السلام عليكم. عسلي. ما مرحبا بك. شو فما يا سيدي؟ مرحبا بك. اهلا بك. منور في دارك. منور. وعايشك عايش اختي يرحم والديك تريجه من عاشور. عاشور دي فرحه ذي. بارك الله عليك هكا عازب ما شاء الله. اي والله هذاك هو اللي حط لي المكسب. والله مرحبا بك اخويا. انت مصدق ولا مش مصدق؟ والله مانيش مصدق. قبيله في التليفون قلت لي نرعش. والله نرعش بالحق نرعش. مازلت تو نرعش. استنيتها الحكايه. والله ايش نقول لك؟ صحيح استنيتها ما قلت صعيبه شويه ان شاء الله يجي. اما ديما فما أمل. لا الأمل موجود. لا موجود. خلينا نتفرج. أنا ديما نتبع فيكم. قداش بعث من ميساج سيري ذا؟ والله برشا برشا ميساج. عندك مديدة وانت تبعث؟ فما كيف قلت لك 3 شهور هكاك. باهي. ومرتك وين؟ هاي مش في الدار. أنا كلمتها هي جاية. كلمتها هي جاية. أي ربي وصلها سالمة. بريش طبعا تقول هي جاية. طيب بريش. أنت ولا هي تبعث في المساجات ولا؟ أنا لا أنا نبعث. أنا نبعث. ربي شنو هما الحاجات اللي تحب تبدلهم مثلا؟ والله كل شيء هي لمحلها كل شيء. انا شفت مشكله النداء. النداء فاهم ده برشا حاجات باش تبدلوا. عندي البيت زادت على الوليد صغيره شويه. ريان فما حاجات معينه؟ فما الوان؟ فما كوميك؟ لا مش كوميك. ايه الوان اكيد
توسيع شويه. هاي بي مده طويله ما حبش يرقد فيها جبن خاطر صغيره، بيت صغيره برشا مخنوقه ممكن. ايوا زيد كنت البيت البانو ماهيش هي يخرج الكل على برا حتى كي دوش واحد فهمت. كوزينه هكريته كيفاش المنشر معناها فيهش. نزلت مريض شكلك باش توريني. ما حدش نوريك نوريك انا جيت الصالة انت تفهم كل شيء. كي ترى الصالة تفهم كل شيء. انا ثلاثة هكريته من مهمات العرس. هذاك عنده 23 سنه قلت لك انت حلمت حلمه تو بقيت الحلمه خليها على دار يديك وغمض عينيك. لا 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 ذاك هيك متهني ذاك هيك متهني قلت لك ندوش كل ياها في السكلوار يصب قلقت فهمت. مرحبا 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 بيكم فرحتونا. مرحبا بيك في دار مسكونا ما نبوسكش كورونا ما نبوسكش ما نبوسكش بعضنا اما فرحتي قد فرحتك الصحه فرحتونا ولا فرحتونا. اي جيجه بحذا نيج ريد شويه بحذا بابا عسلامة. شو اسمك؟ فرحتكم ثريا. ثريا مرحبا يا ثريا. خذ نفس ارتاح. خرجت انا مشيت بقيت نكلم يا رجعت هانا جينا مصادقة ولا مازلت؟ مازلت. مرحبا بيكم. مرحبا وبيك يا عايشك يا لالا يعطيكم الصحة. احنا معنا حتى مزية ذي خدمتنا نخدموا فيها ما راجلك يعطي الصحة. هو شاد صحيح وبعث المساجين. انا ودي قديش من مرة يقول لي ابعث يا ما ابعث يا ما ابعث قلوا بشي جي وكان لي نحنا يا رهية نسيب علينا يا اخي راجلي تشجع وبعث ربك بي يعطيكم الصحة ولا لاني مصدقة. اوك الحمد لله وجينا توا باش تحكي لي انت بالحق خاطر ديما المرأة هي اللي تعرف مشاكلها في الدار هي اللي مستانسه وتحرك وقضيتها. قل لي شو من الحاجات اللي مقلقين؟ ولاي ما ترى انت في الحاله يا كوجينا مزيت ما درتش نحبوا ديما نطوروا شويه وكهو قاعدين بالجهد بيت ولدي ما لقينا ليش حل او المسكنه قال يا اخي هذه بيتي باش ترفعني انا ومرتي صغير مازال صغير وقتها كسكنا كهو باقي كل اللي تعملوه مبروك ان شاء الله ان شاء الله ما تحط شيء في بالك نعرفوك تعملوا كل الحاجه الباهيه. كانت هذه الدار سيري ذا وثريا ان شاء الله نجموا نفرحوهم الفرحه اللي بالحق يتمنوها ويستاهلوها. ريان زيد عنده معزه سبيسيال وفي اليوم الارشيتكت عندها برشا خدمه تستنى فيها. تابعونا. العائلة يعيشوا في الدار هذه من سنوات ولكن نظراً لمصاعب الحياة ما نجموش يكملوها. أول حاجة تعرضنا بعد ما ندخلوا من الباب الرئيسي كلوار طويل أظلم على اليمين وعلى اليسار الكلوار تتفرع مختلف بيوت الدار. أول بيت تجي على الجهة اليمنى بيت الصالة بيت الدهينة بتاعها بدأت تتقشر والمبل بتاعها عبارة على شوية بناك اللوح بتاعهم في حالة رثة. بجنب بيت الصالة نلقاو الشومبغا كوشي بارونتال واللي كانت في وضعية كارثية بيت ظلمة ما يدخلهاش الهواء الحيوط فيهم مشاكل متاع عندي والموبل قديم. البختي اليسار متاع الكلواخ تعرضنا فيها بيت الابن بيت صغيرة أكثر من لازم الحيوط فيهم برشاندي. الشي هذا الكل خلى الوليد الصغير ما يباتش فيها ويخير أنه يبات في بيت الصالة. بجنب بيت الابن نلقاو الكوجينة متاع الدار. الكوجينة رغم مساحتها المقبولة إلا أنها ناقصة برشا تجهيزات ضرورية تحتاجهم كل مرأة في كوجينتها. نفس الشيء بالنسبة للسالدو السانيتير متاعها ناقص ولازم يتبدل. الغوفيتمون زادة لازم يتعاود هذا من غير ما ننساو بلاصة الدوش اللي تخلي كل ما يدخل السالدو يحسها ضيقة. وفي بولهمي متخرجة من المعهد الأعلى للفنون الجميلة اختصاص هندسة داخلية اليوم باش تتحول دار حي الزهور وتشوف شنو اللي يستنى فيها. وفاء بعد ما عرفت شنو يستنى فيها في الدار رجعت لبيروها ومعاها بدأت تحضر في البلان بتاعها. وفاء تعرف أنه دار حي الزهور تتطلب منها برشا اجتهاد وبرشا أفكار. وفاء دورتها مع ليزانونسور مازالت كي بدأت إثنية هزتها المرة هذه للزهرة هذا شوروم كارتاغو.
بين المودرن والتراديسيونيل، بين الغري الياتيك افي ماربري وبين الغري الياتيك افي باركي، الغيرهم الانواع الغري اليوم تعتبر كارتاغو سيراميك عنوان للجوده والتميز. وفاه ما خذتش برشا وقت واختارت لي حاجتها به الكل حتى تخرج دار حي الزهور في حله رائعه. من ابرز المشاكل اللي في دار حي الزهور هي مشكله الماء. ديربي غوم افريكا هو الحل للمشاكل هذه. على هذا وفاء اول بلاصه تحولت لها هي مقر ديربي غوم. هنا وفاء باش تفهم شنو تنجم تعمل وشنو ما لي برودوي اللي باش تستعملهم. دورة وفاة في ديربي غوم بدأت من السال دو فورماسيون وين باش تتلقى المعلومات الكافية لكل المنتوجات تاع ديربي غوم. لي برودوي تاع ديربي غوم يعتبروا اليوم الأفضل في السوق وهذا ما جاش من عدم، هذا راجع السيرفيس كاليتي متميز ومجموعة من الباحثين مهمتهم تطوير منتوجات ديربي غوم نحو الأفضل في دي لابوغاتوار مخصصة للغرض هذا. ديربي غوم اليوم من المؤسسات اللي حجمها كبير والطلب كبير على ليزارتيكل متاعها في تونس وفي أكثر من 20 دولة إفريقية، ولكن الطلب بهذا الكل ما منحاش من تلبية كل الطلبات في وقت قصير، وهذا راجع لسيرفيس لوجيستيك متطور ومواكب لآخر التقنيات المستعملة في أكبر الشركات في العالم من أجل بيوت واحدة هي ساتيسفير لو كليون. هذه كان كايوري الطياري، واحدة من الشوروم اللي تنجم تلقى فيها تو لي زارتيكل أسترال هنا في قلب الوطن القبلي وتحديدا في الميدا. أسترال كيما العادة حاضرة بقوة هنا في دورة صغيرة، تنجم تختار لي كولور اللي حاجتك بيهم الكل وتحدد الكونتيتي اللازمة وتروح بالكوموند متاعك في وقت قصير. هنا على ذمتك تلقى جروب من الأخصائيين اللي ينصحوك ويعاونوك على تحوين كل فكرة لحقيقة. هنا مهما كان اللون اللي تلوج عليه وإن كان يبدو مستحيل في 5 دقائق برك يكون على ذمتك، وهذا راجع للماشينة تانتي أسترال الموجودة على الذمة. ملك أسترال بعد ما وصلها الميل بتاع وفاء باللاد بتاع الابليكاسيون بتاع أسترال الفيزيولايزر اللي قادر أنه يوجهها لأقرب شورو، وهكا ملك لقات روحها في شوروم الطياري باش تعدي الكوموند. أهلا وسيم. أهلا مرحبا. مرحبا بك. عايشك. مرحبا. شنو حوالك؟ والله الحمد لله. هاني دو باساج متعدية من هنا. حبيت نشوف لو نوفو بريزونتوار كون فيان دانستالي، وباش نزيد نقول لك اللي راهي الاركيتكت اختارت لا كوموند نتاعها من هنا باش تاخذ السلعة نتاعها. اي مرحبا بك. عايش. اختارت ديجا لي كولور من لابليكاسيون فيزيولايزر. مدام باش نسالك على لابليكاسيون فيزيولايزر، تبدلت شويه ما عرفش فيها ميزاجور ولا؟ بيان سور من عام لعام نعملوا نوفيل ميزاجور، دونك تويك الحاجه الباهيه اللي اوتوماتيكمون تتعدى لليتاب سويفونت اون فوا تختار لا كولور في ساعه تلقى لو برودوي. بالنسبه لي برودوي عندنا لي بانتور اللون تاعنا وعندنا لي لاك اللي احنا شركه الوحيده في تونس اللي لي لاك نتاعها سون سون بلون اي سون كرومات، دونك اقل خطوره على الصحه. اوتوماتيكمون تعدى الكالكولاتور تعطيك لو كونديسيونمون اللي تستحقه وتتعدى للبوان دو فونت لو بلو بروش. استرال هي ليدور دو مارشي ناسيونال في البانتور دو باتيمون، احنا زاد لهنا بكل تواضع احنا نوصوم ليدور دو مارشي لوكال
On assure un service après-vente, on assure une livraison gratuite. À propos de digital, on est présents sur tous les réseaux sociaux. On a une page Facebook, on est présent sur Instagram, on est présent sur la chaîne YouTube. On essaie toujours de communiquer. On passe un message facile et simple à l'étape au final. Sinon, nous voulons en 2021, nous faisons des cartes fidélité, Inch'Allah, pour nos clients. كل ما ياخذ كليون اكثر برودوي استرال كل ما يزيدوا النقاط نتاعو في اخر العام باش نعملوا اون بتيت كومبيتيسيون باش نعملوا دي كادو دي جيست هكا للكليونات نتاعنا نجمش تحطني في الكارت فيد نتاعك بالطبيعه لكن باش تاخذ معنا برودوي جيت انت على غفله وانا نحضر في سلعه للكليون نكملوها وبعد نرجع ان شاء الله نجي معاك ملك. اوكي تفضل مرحبا يا مدام ملك في وقت قصير عديت الكوموند نتاع وفاء وما بقى كان باش يوصلوا لي زارتيكل دار حي الزهور des mitigeurs, فيهم الديزاين اللي لوج عليه كل اركيتكت بدي روبيني قرات فيهم سوبال حساب الكل كونترانت نجم تعرف كل مره في دارها اليوم سوبال تثبت انها ماهيش ليدر في السوق من عدم وفاء عملت دوره في شوروم سوبال تمتعت من خلالها بالقام المتنوع من لي روبيني المعروفي ومعها زادت وقفت على مدى تطور المؤسسه هذه نحكيو على دي كوليكسيون مختلفة موجودة على الذمة كل واحدة منهم تنسيك في اللي قبلها اليوم وفاة زادت تأكدت أنه لي روبيني قادرين يحولوا كوجينتك ولا سال دو بان بتاعك من عالم العالم خاصة أنه نحكيو على ديزاين كونتومبوران في أحدث التكنولوجيا كيما التكنولوجيا وان تاتش وغيرها بعد دورة وسط عالم سوبال اختاروا اللازم الكل اللي أكيد باش يعطي لدار حي الزهور برشا إضافة وخاصة أنه نحكيه على إضافة فنية راقية ورائعة الوقت قاعد يضغط وعلى هذا وفاء ما حبتش تخسر برشا وقت وكملت النهار من شوروم سوتيفاب سكرة شوروم سوتيفاب في سكرة هي واحدة من عشرات لشوروم الموزعين على كامل تراب الجمهورية فساد نفسها نلقاوها في مختلف الشوروم يخليو كل شخص قادر يميز علامة سوتيفاب من غير أي مجهود من داخل شوروم سكرة هي عبارة على دوز إتاج فوق بعضهم نلقاو فيهم كل شيء تلوج عليه من الموبل البيروات لي سالامونجي لي زارتيكل دورانجمون وغيرهم وفاء مع أينيس اختارت في وقت قصير اللازم الكل لدار الزهور الشوا متاعها تركز على الاسباس المتوفر في البيوت وعلى الكولور اللي باش تعتمدهم في الدار تغبوا أمبيونس هو مولود طبيعي المؤسسة عرفت أن النجاح والوصول للقمة ما هو كان بداية جديدة بالنسبة لها خاصة أن المؤسسة طموحاتها وتحدياتها ما تقفش حد النجاح انتربو أمبيونس c'est une suite logique du développement de ta maison Interbo depuis une dizaine d'années la société maison Interbo a créé la ligne Interbo Ambiance pour proposer à ses clients une collection de meubles de jardin allant les salons, les chaises et les tables pour leur jardin. On offre aux aides pour les hôtels, les restaurants et les cafés toute une collection de chaises et de tables et de salons qui seront utiles pour leurs espaces et leurs terrasses. Ma najmouch nahkiou ala Interbois Ambiance ou ma nahkiouch ala bois pour habillage mural si ouakan intérieur ou ala extérieur. Interbois Ambiance temthila al marka al alamiya لوناوت نجحت باش توفر قام شامله ومتنوعه من بوا بوغ لا ديكوراسيون و بوغ لي فاسات انتر بوا امبيونس بخلاف الموبل جاردان توفر الباركي بوغ انتيريور واللي تمثل فيها انتر بوا امبيونس الماركا كامسون لهنا نلقاو قام شامله ومتنوعه من الباركي اتش دي اف ستراتيفيي اللي مجعول للسول واللي ساهل تركيبه
ونلقاوه في أكثر من لون. هذا من غير ما ننساو الصفات المميزة كيما الغيزيستانس الكبيرة والانتي أليرجيك وغيره من الكاركتيريستيك اللي تخليه فريد من نوعه. انتربوا امبيونس ما توقفتش حتى توفيرها ديزارتيكل في جودة كبيرة. اليوم تحط على ذمة حرفائها مجموعة من المختصين وليكونسي يعاونوك في الاختيار ويقوموا بالتركيب. هذا من غير ما ننساو السيرفيس ابريفونت المتواجد على الذمة بين الشرقية واحد وطريق الماي جربة وبين صفحة انتربوا امبيونس على الفيسبوك. اكيد الشوال متنوع والرائع والكاليتي الممتازة. متنجم كانت تخلي كل زائر مبهور وفخور أنه عنا مؤسسات نجم تتباهى بها تونس قدام العالم.